كلشي خصك تصايبيه، خصك كلشي خصك تصوروا، حتى تخليك الواتساب باش ما نو. حنا مستعملين جوجل كلاس روم، ما عرفتش واش وهاد العجب والله الا عرفتي تحكي في بالك. دابا المغرب واش كيستعملوا شي جوجل كلاس روم؟ والله الا اختي خصني نعمل عليها شي بوست. شنو فهمت معنا جوجل كلاس روم؟ شتي الحساب ديالك ديال جوجل اللي عامله منه لاشين ولا حساب جوجل العادي اللي كنعملوا منه يوتيوب وهذا؟ ففي واحد لابليكاسيون اسمها جوجل كلاس روم، هذيك كيدخل الاستاذ وكيدخل كيعمل واحد بحال كيعمل بحال واحد القسم اونلاين، وكيدخل التلاميذ ديالو خص ضروري يكون عندهم كامل ايميل، فكيدخل الايميلات ديال التلاميذ صافي فوالا كيبقى يقريهم تما. مثلا الا كاينين شي دوكيمنت ولا اي حاجه كينزلهم تما، كاينين فيديوهات ينزلهم تما. بحال دابا انا مثلا شكل عدل بعض المرات، مثلا نفترضوا غنقري مثلا عمليه الضرب، مثلا الا ما صورتش راسي انا كنشرحها كنشوف مثلا فيديو في يوتيوب اللي كيشرح هذيك عمليه الضرب اللي انا باغا نعلم، كنزل اللينك ديالها كنقولهم شوفوا هذا الفيديو مراقبه جاوبوا على عملوا هذه العمليات الحسابيه مثلا. فكل شيء تما نظم الطريقه بزاف، وزعما ماعرفتش باش في المغرب صاحبتي ما كاينش فما عرفتش هما ديال الواتساب وبقات لي المعاد بقى لهم ولكن صاحبتي تما كتسهل المساله لا التلميذ ولا الاستاذ. هذا بحال دابا مامات ملي مثلا غادي يعدلوا التمارين كتشبه هي كتصحهم اوتوماتيك، يعني تما تصحيح تما كل شيء، التلميذ كيشوف النقطه ديالو. لا ما عرفتش نورمالمون حنا مازال ناقصين شويه في التعليم، ياكي دابا فيو كنتي كتقري في كندا ياك امريكا ويلي 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 على كندا ويلي ويلي امريكا 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 بحال كندا بحال امريكا كلشي قريب كرازي. شنو حنا في المغرب الكفاءات موجودين، يعني اسف ديالنا فريمون كفاءات موجوده وطور كاينين، ولكن ديما اقرب لك التليفون شويه باش يتسمع الصوت. اوكي هكا مزيان هكا يعني باش يتسمع الصوت مزيان. ما عرفتش علاش الاضاءه انا فعلا زعما ويند لايت ما عرفتش علاش ما خدامش مزيان. قلت لك حيت باقي حنا عندنا النهار، قلت لك الكفاءات كاينين ولكن المشكله ما كاينش الماتيريال ما كاينش. حاجه اخرى للاسف التعليم في المغرب مصمم للتلميذ العادي، التلميذ اللي عنده تعثرات ولا اعاقات تعلميه ولا صعوبه تعلميه ولا ديسلكسيا ولا هذا كاملين للاسف بعدا تعات قبل ما نبداو. والله شيماء عاد تعرف ليكم راسها باش تعرفوا راسكم مع من كتهضروا وكلشي، ومن هذا المنبر انا فريمون كنهضر مع لي مامون. بغيتكم تدخلوا عند شيماء الانستغرام لانها فريمون كتفيد لي مامون شي حوايج اللي انا براسي ما كنتش كنعرفهم كأم. المهم نخليها هي تهضر باش تفهموني شنو بغيت نقول لكم، هي غتوصل لكم ميساج احسن مني. فالوغ هنايا في امريكا كاين واحد الاختصاص، هذاك الاختصاص للاسف ما كاينش في المغرب، وحتى الا كان كاين غادي يكون لا ربما الا كان كاين غادي يكون كاين في جمعيات ما كاينش في المدارس ما كاينش. انا نحاول نشرح. فاحنا عندنا هنا في كل مدرسه عندنا واحد الاستاذ اولا جوج ولا ثلاثه ولا على حسب المدرسه شحال كبيره، هذاك الاستاذ كيكون الاختصاص ديالو فقط التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلميه، اللي عندهم فرط الحركه اللي ما كيقدروش يركزوا، اللي عندهم توحد، اللي عندهم مشاكل نفسيه، كاع اللي عندهم شي مشاكل اللي مأثر على المقدره ديالهم انهم يتعلموا، هذاك الاستاذ ولا هذاك الحساب شحال كون مثلا شحال فيه كيكون مكلف بهم، لان هذوك كيكونوا فيها هاد الاساسيه. كل مدرسه قانونيا خصها يكون فيها، وفريمون واحد المجال مقنن جدا جدا جدا. ملي وقع هاد الشيء هذا ديال ملي شدينا المدارس هنا، وهذا من اكبر التخوفات اللي كانوا عند المدارس هي كيفاش غادي نعملوا ديك التلاميذ اللي عندهم السبيسيال، كيفاش غادي نعملوهم، كيفاش غادي نقدروا نوفر لهم الاحتياجات ديالهم، احتياجات خاصه تسمى هما كيطالبوا احتياجات خاصه، ولكن ماشي الاحتياجات الخاصه اللي كنعرفوا حنا معاق يدو ولا مرجلو ولا ما نعرفوش شي حاجه، هذه اعاقات
الطريقه ديال التعلم ديالهم، ما كيتعلموش الطريقه العاديه. فالوغ هاد التلاميذ هادو من غير الا ما كانش يعني طريقه يعني منهجيه اللي خاصه من اجل هاد التلاميذ هادو، راه ما غاديش يتعلموا، وحتى يتعلموا ما غاديش يتعلموا بوتيره بوتيره الصحيحه يعني حنا كنتمناوها. سمح لي كاينه جات واحد الرنوت مع الدار ما عرفتش علاش. قلت لك فهادشي اللي كيوقع في المغرب هو ان كل شيء يعني بحال الا تقول لا انا نقول لك كيفاش كتعرف منين انت غتمشي تخلي حيت مثلا جلابه ياك ما تقصش شويه عافاك. قلت لك مثلا تخيط جلابه وانا غنمشي نخيط جلابه، وحده اخرى اللي غليظه علينا غتخيط جلابه، راه كل وحده وفصاله ديالها راه ماشي نفس الفرده. فهاداك نفس طريقه التعلم، راه كل طفل كيتعلم بالطريقه ديالو، وهاد الفئه من الاطفال الطريقه اللي كيتعلموا بها مختلفه. الوغ حتى المنهجيه خصها تكون مفصله على حسب القدرات ديالهم. هذه هي القضيه اللي للاسف ناقصه عندنا في المغرب. دابا باش نوضحوا البنات اكثر، ان شيماء هي استاذه ديال اللغه الانجليزيه، ولكن ماشي استاذه ديال التلاميذ عادي نو، اللي كيكونوا عندهم دي ديفيكولتي صعوبات في التعلم. يعني مثلا كتلقى وليد في الاول كيدخل كلاس عاديه، ولكن كتلقى مثلا ما كيتعلمش alors que mais qui est